السلام عليكم، كيف راكم؟ كل شي بخير. اليوم باغي نصايب واحد لافوكاتشا مالحة، يعني هذه بحال البيتزا. هي فوكاتشا مالحة، تجي عامرة، ما تاكلها خاوية ما تاكلها عامرة، بحال قوم معايا. كيف ما تشوفوا معايا، عندي طحين، عندي الخميرة، عندي الملح، وعندي الزيت. هاد الدقيق هذا بحال الفورس، مصايب مطحون فوق في الحجرة، هادشي اللي تيقولوا عليه، وهو مزيان رقم واحد. عمرت واحد الكاس ديال الماء دافي شوية، ولوه عليه عشق ديال 75 مليمتر ديال الخميرة، وخلات جوج منها ونخليوها تطلق. لحد دابا كيلو ديال الدقيق ديالي، جيت ناخد واحد المعلقة ديال الملحة، نزيد شوية، شي ربع منها، وحدة كبيرة وحدة ربع. دابا انا لحت الطحين والملحه، غنزيد عليهم حيت خاصه ضروري ملي تتلوح الملحه ما تخلطاش بالخميره هذيك الساعه. دابا انا هزيت الكاس ديالي ديال الماء، ونخليها تدور، تدور شويه تشد فراسها، عاد نزيد عليها هذيك شويه ديال الخميره، ما بالخميره. بقاو معايا كما تشوفوا معايا، راني خوت على شي 5 الكيسان بهذاك الكاس ديال الكاس ديال الخميرة. دابا هي طلعات، خاصني نزيد هذاك الشوية ديال الزيت باش نخليها تتلك مزيان مزيان. هيا العجينة ديالي وجدات، دابا نحطها تخمر مع واحد الساعة ولا ساعتين. دابا نغطيها ونخليها واحد ترتاح واحد ساعة ولا ساعتين. هانتوما دابا العجينة ديالي وجدات، خليتها واحد ساعة المكانة بما وجدت المقادير ديالي. كبحال هنا عندي بصلة، الله قلق شوية في المقلاية بحال هكاك، عندي الحطون والزيتون، عندي هاد الخضر، هاد الفلفل فلا والدنجال بحال هكاك، و كريدياطا، وعندي كرشوفي، وهنا حكيت الفرماج ديالي، وعندي واحد بحال واحد الفرماج هنايا بحال الجبن كذلك هو خوته هو، وعندي هاد الفرماج تا هو هذاك المعروف غونغونزولا. غونغونزولا تا هو تيجي مع البصلة، درت ليه على ودو البصلة. دابا نبداو بالطاوات، غادي ندير لهم واحد شوية ديال الزيت، بس متلصقش في العجينة ديالي. المهم انا قسمت العجينة ديالي على جوج، قطعت شوية ديالها،
الرقاب شويه بشويه، الرقاب صباعي بصباعي بشويه باش تخليها هذيك تخليها تجي غليظه ماشي بحال البيتزا خاصها تهبط. عاب شويه بشويه تخدم باش تجي عامره، هي تجي زوينه تجي طالعه كيف هكا. انا اللي درت التلحات تتقاد تلعب بها بصباعك بحال هكا هكا تتقاد تلعبو بها. من بعد تجيو تنخويو على واحد الزويته، هي شحال ما الزيت شحال ما شربات مزيانه هكا تقولها بعد هكا هكا الزيت. هادي اصلا تتبغي الزيت بزاف، صافي تدهنوها بحال هكا وتتجيب وتتهز واحد شويه ديال الملحه من بعد هذيك النقيطه ديال الزيت اللي درنا، ندير واحد النقيطه تاي ديال الملحه شويه ماشي بزاف صافي. وتنخليوها واحد تقريبا واحد ربع ساعه هكا محطوطه حتى داك الزيت ديالها تيدخل فيها مزيان باش يعطي تبقى مزيان. ودابا الفرن راه شاعل، خليته من قبيل هو شاعل باش يسخن بزاف، وعاد ندير ليه واحد الحاجه واحد الزويف باش يخرج هذاك لوميديتا اللي لداخل، خاصها ديك لوميديتا ديالو خاصها تخرج باش البيتزا تتشد هاد الفوكاتشا باش تشد الطياب ديالها من الداخل. دابا تشوفو معايا خليتهم واحد تقريبا ما بين ربع ساعة حتى لثلث ساعة، تبدا تنفخ العجينة على راسها. دابا نخشيهم في الفران واحد 10 دقايق، كل طاوة نخليها واحد 10 دقايق ونخرجها باش نعمرها. كما تشوفو معايا درت واحد بحال واحد طيب ديال التوب، هاد الطيب ديال التوب راه مزير الداخل باش هاديك لوميديتا ديالها هاديك الهواء لداخل باش يخرج يتنفس باش يخلي هاداك الشيء يطيب مزيان. راه هي هادا ديالها مزيان. كما تشوفو معايا غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال السكر وشويه ديال الحباق وشويه ديال الزعتر. اي واحد مطيشه صحيح باغي نطحنها بقاو معايا. شويه ديال الملح شويه ديال السكر عندها دابا التعمار ديالي نجيها هنا وحده تتبغي هادي تجي هاب وحده تجي بحال هكا البصله تدير هاد البصله وتدير مع هاد النوع ديال الفرماج
هاد الجهة عاوتاني غادي ندير فيها مطيشة. مطيشة تدار خضرة ما تدارش تطيبيها ولا تتبغيش الطياب، تتبغي تبقى بحال هكا بوحدة. كاين اللي تعيط تطيبها عاد تيحطها في لابيتزا ولا فافوكاتشا ولا لا، اللي تتبغى تطيب مع العجينة. ندير واحد الجهة فيها الخرشف، هدا الخرشف مرقد فوق مرقد. نطلق عليه كما تشوفوا معايا، كملت دابا الطريقه ديالي. تنديروا فيها الفرماج، صافي تنسلحوا الفرماج ديالنا وصافي على بركه الله. نصلح مطيشة ديالي هنا عاوتاني تاني، هادي عاوتاني عمرتها بالطون والزيتون و واحد ثلاثة الأنواع هادي أربعة الأنواع ديال الفرماج هما اللي درتهم في هاد الجهة هادي. وغادي ندخل دابا الفران. دابا ها اللولة طابت، كما تشوفوا معايا هما كاع البيتزا، انواع البيتزا اللي تصايبوهم هادو. ها هي ديال كما تشوفوا معايا هما وجدوا لافوكاتشا ديالي، ها هي تتبان لكم كي تتبان لكم غليظه مزيانه. هما كاع الانواع ديالها هما هادو، كتجي عامره شويه مزيان. هادي ديال فيها الفرماج تجي طايبة مزيان. تكون عجبتكم هاد الوصفة اللي درت معاكم، وتشكركم بزاف، وللحلقة المقبلة إن شاء الله بإذن الله.